بنظم مركز التدخل المبكر إسيل معرض بعنوان قدرات للوحات فنية بريشة 38 فنان رح يقدموا أعمالهم مجانا لعرضها وبيعها. لنحكي أكثر عن هالموضوع بصيرنا نستقبل مليحة موسى الصدر وستيفاني غلبوني. أهلا وسهلا فيكم. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين كلها عن المركز. أول شيء إذا بتسمحي لي حييكي وحيي زميلتك وكل العاملين. أيام صيام وأيام شهر رجب مبارك إن شاء الله، ونحن اليوم كمان اليوم العالمي للتوحد، صح؟ كتير قريب الموضوع. المركز تأسس بحزيران 2011 وهو يعنى مع الأسر اللي عندهم بيبي عنده حاجة خاصة، متابعة ملتي ديسيبلينار، فريق متعدد اختصاصات لحتى نقدر نحيط بالطفل من كل جوانبه. مركز نموذجي ما في منه بلبنان، وان شاء الله ان شاء الله بنكون عم نشتغل حلو. كم حاله عم بيعالج المركز؟ هو المركز لانه بيقدم الخدمه بطريقه مش ديسيبلينار، في لها كثير قوانين لازم الحاله تتناقش بين الفريق، لازم البرنامج العلاجي ينحط من قبل الفريق مع بعض، الاهداف تكون قابله للقياس، لذلك كعدد منه هالعدد الكبير مع انه الحاجه كثير كبيره، بس اللي بنعمله هو انه بنشتغل كثير على قصص التوعيه لحتى نقدر نفيد اكثر، وبنشتغل على التدريب لحتى يصير في عندنا متدربين من الجامعات لكمان نهيئ ناس كمان تفكر وتشتغل بذات الطريقه. شو ناقصكم بالمركز؟ يعني ناقصكم فريق عمل؟ ناقصكم متدربين؟ لا اوف كثير قصص ناقصه. شو مش قلتي كثير قصص ناقصه، بس هو العمل لحتى يكون كامل لازم يكون متكامل، حتى من القانون اللي بيقدم الخدمات كدوله، لازم الجامعات تهيئ معالجين لهالفئه العمريه، لازم التوعيه تصير كاهل كمجتمع، لازم كثير قصص كثير قصص، بس يعني بنحاول قد ما فينا نغطي عده ليفلز من الخدمات حتى نقدر نكون عم نعمل خدمه. وحبيتوا كمان تطلعوا بفكره معرض قدرات، خبرونا اكثر عنه، امتى رح يفتح ابوابه؟ هاي حسيت انه اوكي ثانك يو. فكره قدرات اجت من هو هذا ايفنت، اجى من عده افكار، دائما نحن بنفكر كيف معقول نعمل ايفنت اذا بدك بيشبه اسيل، بيشبه هذا المركز اللي هو تابع لمؤسسات الامام الصدر، في هذا الفكر كل العالم تقدر تجي عليه، وبذات الوقت نقدر نساعد الاولاد. للصراحة بلشت الفكره انه في حدا قدم لوحات، قالنا انا قادر اقدم لوحات لحتى انتم تقدروا تعملوا ايفنت وتقدروا تجمعوا فند لاسيل، وهيك بلشت الفكره. كنا عم نحكي مع ست مليحه انه نحن بهيدا المجال، يعني كل اللي بنشتغل باسيل ان كان انا بشتغل بالميديا ديبارتمنت وبال بالفند ريزنج ديبارتمنت تقريبا، دونك عم نفكر انه احنا بعد ما بنعرف بهذا المجال، صرنا نسال وهيك صار في معنا اشخاص عم بيساعدونا. طلعت الفكره انه الناس يلي عرضت اللوحات تبعها امنوا بفكره اسيل. ست مليحه بتقول شغله انه كل حدا بده يساعد المركز، نعم، اهم شيء انه يامن بالفكره، بس يامن بالفكره ويحبها ساعتها من قلبه بصير يدعم الفكره. دونك من هون طلعت فكره قدرات طلع حدا اسمه شاكر عبد الله، هو الكرييتيف اللي طلع على الفكره. كيف طلعت هي قدرات؟ هي كل حدا منا، كل انسان منا عنده قدره يعمل حي الله شيء. دونك هي هيدي اللوحه، انت بتكون ان شاء الله اعرف السره مثل ما هو بيفسرها، هي لوحه بتكون بيضة، اوكي؟ دونك لوحه بتصير انت تحط عليها، بتصير تحط عليها الوان، كل مره بتزيد عليها اشياء، حط عليها افكاري، بحط عليها من روحي، صح؟ بس تحط عليها كانفاس، بس تحط عليها الالوان، بس تحط عليها شيء منك انت، بتصير شوي شوي شو عم بيصير بلحظه عم تكتمل، عم اكزاكتلي عم بيصير فيها حياه، عم تكتمل وعم يطلع عنا شيء نحن ننبسط فيه. هيك الولد نحن بيجي لعنا بحاجه نحن لنساعده، بتصير المعالج تاتش منه من هون، شو بحاجه الولد، اي ثيرابي هو بحاجه لها، شوي شوي الولد بصير عم قادر يتفاعل معنا ونحن نوصله للقدرات يلي هو قادر يوصل له ويكتسبها. شو حلوه الفكره كيف جمعتوهم اثنيناتهم مع بعض، وحتى فكره فند ريزنج عملتوها فن ريزنج، لان من خلال الفن عم تجمعوا اموال لحتى تساعدوا كل هالاطفال. يس بروموسيون، خلينا نتابعها وبنرجع نحكي عن الفنانين والمعرض اكثر بشكل مفصل.
تحية أكيد لكل الفنانين يعني مشاركين. بالضبط هذا اللي كنت بدي بلش، إنه في مجموعة كتير كبيرة اشتغلت لحتى هذا العمل يوصل لمحل ما هو إن شاء الله ينجح. كتعاون فني علاجي نحن مش أول مرة، كان عنا كامبين بريل 2017 اسمه أول مرة، كمان كان تعاون بين فنانين وبين مركز إسيل، لأنه الفن هو أصلاً بيغير يعني بيوصل على كل بيت، بيوصل لكل حدا، لأنه الفنانين محبوبين من قبل الناس، وبذات الوقت هيك بننشر التوعية عن فكرة التدخل المبكر وقديش هي أهمية تتشخص على بكير. نتمنى أنه يكون الحضور قوي ويحضروا الناس حتى ننبسط فيهم، يصير في تشابك مع المركز وبذات الوقت يكون دعم للمركز. المعرض قدرات، منذكر سريعاً وين رح يكون؟ معرض قدرات نهار الخميس بأربع الشهر من الساعة 4 للساعة 9 باليو اس جي كريبت بشارع مونو يلي هو قبل مسرح مونو تحت كنيسة سان جوزيف. رح نكون موجودين من الأربعة للساعة 9. بحب ضيف هون إنه على الساعة 5 في مزاد، بنفتح مزاد للوحات فنانين يعني من الصف الأول. بقى كمان إذا حدا من الكولكتورز مهتم يكون موجود أهلا وسهلا. السيدة مليحة موسى صدر وستيفاني غلبوني عم تحكوا عن الموضوع بطريقة يعني في كتير من الحب بوجهكم وبعملكم، نتمنى لكم كل التوفيق بالمعرض وإن شاء الله هيك الله بيعطيكم على قد محبتكم ودعمكم وهالهيك هالاندفاع اللي عندكم. أهلا وسهلا فيكم. بريك أول